لو قال لنا قائل لماذا ندرس ونستمع لقصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان له ست أركان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر. إذن الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ركن من أركان الإيمان. كيف نؤمن بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون عليهم الصلاة والسلام، ورسل لا يكذبون عليهم السلام، وأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم وأيدهم بالآيات، وأنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. نؤمن أن أول الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أول نبي هو آدم عليه السلام، أول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام، خاتم الأنبياء والرسل هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو كاذب وكافر كفرا أكبر. لا يمكن لأحد أن يدعي النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ختمت النبوة والرسالة بموت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هم عبيد لا يعبدون، ولهذا عندما نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده، نشهد أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو عبد لا يعبد. عبد يعني بشر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن هذا للناس، قل إنما أنا بشر مثلكم، وتميز عنا عليه الصلاة والسلام بأنه يوحى إليه، فهو عبد عليه الصلاة والسلام ليس له شيء من خصائص الربوبية، وهو عبد يعني أعبد الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولا طريق إلى عبادة الله إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم.